اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. بعد التحية والسلام لا يحلى الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي القائد صلى الله عليه وسلم مهموم بأمر أمته وبجيوشه وقواده وبأهل بيته وبالوحي تارة وبالعبادة أخرى، وهناك هموم أخرى إنها أعمال عظيمة تجعل الرجل عاجزا عن الوفاء بمتطلبات الحياة وبث الروح فيها، ولكنه عليه الصلاة والسلام أعطى كل ذي حق حقه، فلم يقصر في حق على حساب آخر وفي جانب دون غيره. فهو صلى الله عليه وسلم مع كثرة أعبائه وأعماله جعل للصغار في قلبه مكانا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يداعب الصغار ويمازحهم ويتقرب إلى قلوبهم ويدخل السرور على نفوسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. تداعبنا يعني تمازحنا. ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأم سليم يقال له أبو عمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مازحه إذا جاء، فدخل يوما يمازحه فوجده حزينا، فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ فقالوا: يا رسول الله، مات نغره الذي كان يلعب به. فجعل يناديه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ومع الكبار كان للرسول صلى الله عليه وسلم مواقف يروي أحداها أنس بن مالك رضي الله عنه، فيقول: أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدوني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله أنت غال، إنه حسن خلق من كريم سجاياه وشريف خصاله عليه الصلاة والسلام. ومع تبسط الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله وقومه فإن لضحكه حدا، فلا تراه إلا مبتسما، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يبتسم. اللهوات جمع لهات، وهي اللحم التي في أقصى سقف الفم. ومع هذه البشاشة وطيب المعشر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه إذا انتهكت محارم الله. قالت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. والسهوة كالصف بين يدي البيت، والقرام ستر رقيق هتكه، أي أفسد الصورة التي فيه. وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم، ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعم الفائدة والأجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.